أحسن الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: قناة فضائية شرحت حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لله أشد فرحا بتوبة عبده إلى آخر الحديث، شرحته بواسطة التمثيل حيث نطق الممثل بكلمة اللهم أنت عبدي وأنا ربك، فألا يعتبر هذا الفعل استهزاء وردة عن دين الله تعالى؟ هذا لا يجوز، لا يجوز أن يمثل الله حينما يأتي الحديث الصحيح لله أشد فرحا، مثل رحمة الله، وهذا لا يجوز، وهذا من الاستهزاء، يدخل في نوع الاستهزاء والتنقص لله عز وجل. التشبيه يدخل في التشبيه، تشبيه الله بخلقه. نعم.